محتاج انا أه. ابوك ده خلاص كمل اي شيء قبل عليه لك اللي بيفضلوا الناس داير يلموا كمان انت ابوي ده ما فهمه ابوي ده يحسر الناس اللي في الحله ديل كلهم يعمل لهم لوائح للطعام يا زلمه لوائح شيل اللوحه اللي كسروا في راسك ده الناس شبعانين هذول ما فهموا ذاته بعدين انا ولمش دي الشارع الثاني مننا ده لقيت لي نص ديك نص حق ديك كامل محشي رز ومعه كاشبوط شنو؟ كاشطب كاشطب؟ هاي ما اسمه كاشطب ما تغالتني هذول ما تغالتني قريتها فيه مكتوبه وشارطه كاشطب يا اخي اسمه كاتشب يا اخي يا زول خلاص انت تقول احنا ناس اكل ساعه ما عندنا مع قضيه ترمنا ساعه طيبه لحياه طيبه.